على أبواب السنة الجديدة. أنا معكم مباشرة من قناة الزفرة تنحكي عن توقعاتنا لسنة 24. هل هي سنة جيدة أو سنة مقلقة؟ هي سنة العبور إلى عصر جديد. نحن رايحين نحو عصر جديد بتغير فيه كل المقاييس وننتقل إلى عالم آخر مختلف جدا، عالم الذكاء الاصطناعي، عالم التقنيات. ننتقل من عصر الحوت إلى عصر الدلو. الدلو هو البرج الثائر، البرج الذي ينظر إلى المستقبل والذي يحرص دائما على التطلع إلى الأمام. العالم سيتغير، ثورات في بعض العالم، زوال بعض القوى، ظهور قوى جديدة، تحالفات غير منتظرة، عالم يتجه نحو اتفاقات ربما وتوق نحو السلام. هذه هي السنة المقبلة التي قد تكون أيضا متفجرة في بعض الأحيان وفي بعض الأشهر. شهر أيار مايو، ماي، هو شهر الانتقال من جوبيتر، كوكب جوبيتر في برج الثور، إلى جوبيتر في برج الجوزاء. طبعا الكل سيتأثر بهذا الانتقال. هناك انتقال أيضا مهم جدا، هو انتقال كوكب بلوتون من برج الجدي إلى الدلو بعد سنوات طوال في برج الجدي. من الذي سيستفيد ومن الذي سيتطلع إلى شيء جديد في حياته، إلى تغيير في السنوات المقبلة؟ في السنوات العشرين المقبلة سيستقر كوكب بلوتون في برج الدلو. عندما كان في برج الجدي، بلوتون ليس على ما يرام، أثر سلبا على أربعة أبراج سوف تتخلص هذه السنة من هذا العبء، أو سوف ينقذها بلوتون المنتقل إلى برج الدلو من هذا العبء. من هي هذه الأبراج التي ستستريح منه؟ أولا الجدي، ثانيا السرطان، ثالثا الحمل، ورابعا الميزان. هذه الأبراج سوف تنتهي من عبء كوكب بلوتون. من هي الأبراج التي ستتأثر وتعرف تغييرا جذريا في حياتها طوال العشرين سنة المقبلة بدخول بلوتون إلى الدلو؟ أولا الدلو، ثانيا الثور، ثالثا الأسد، ورابعا العقرب. هلأ السؤال، هل كل هذه الأبراج ستكون جيدة أو غير جيدة؟ هذا أمر آخر وقصة أخرى. رح نبدأ بكل برج. من هي الأبراج التي سوف تستفيد من الوضع الفلكي كليا، وهل في الأشهر هناك تغييرات؟ طبعا إن أعطيكم هلأ الرسم العام، يعني الصورة العامة لكل برج، ثم في الأشهر اليومية وفي التفاصيل هناك طبعا إزادات زيادات، وطبعا هناك بعض التطورات والتغييرات، وكلها موجودة في الكتاب الجديد الذي وصل إلى الإمارات منذ بعض الأيام وصار في الأسواق أيضا في الإمارات. نبدأ مع برج الحمل. طبعا يلي ما عنده الكتاب كمان موجود على الابليكيشن يلي أوفيشال ماجي فرح، يلي فيهم كمان كتير عم بيسألوني وكيف بدنا نحصل على الكتاب، وكتار تلفنولي من الإمارات ومن دول الخليج ومن مصر وغيرها، كيف بدنا نحصل عليه؟ فيكم تحصلوا عليه عبر الابليكيشن ديجيتال، بيصير عندكم على التليفون. رح نبلش مع برج الحمل. اليوم الحمل هو برج عنده حظ جدا جدا في هذه السنة. جوبيتر يزوده بطاقة على إحراز الأرباح. بدي أقول أنه أنا حضرت للتلفزيون للضفرة معلومات جديدة من قالت بمكان آخر، وحرصت أنه تكون هي خاصة بالتلفزيون يلي عم بسهر معه في مباشرة بهالليلة. جوبيتر بزودك عزيزي الحمل بطاقة على إحراز الأرباح بالنص الأول، وبتجون بينقلك إلى مكان تاني. جون يعني أو مايو مثل ما قلنا هو مفترق طريق. عنا جوبيتر موجود بالأول ببرج الثور، يعني منزل المال بالنسبة للحمل، ثم ينتقل إلى
برج الجوزاء. فبصير الحمل عنده نجاح في مجال فكري ثقافي إعلامي كما في مجال تقني حديث، يعني اللي بيشتغلوا بالتقنيات والذكاء الاصطناعي لح يكونوا مرتاحين للتطورات بالصيف والخريف. الجزء الثاني لبرج الحمل أفضل من جزءه الأول، بيتمتع بجاذبية قصوى بالصيف، عنده التزامات جديدة جداً، لبل مفاجآت ما فكر فيها بالسابق. قد تأتي المفاجأة عن طريق أحد الأولاد الأبناء أو أحد الوالدين أو الشريك، مفاجأة جميلة لمواليد الحمل لأنه السنة بمجملة سنة جيدة. طبعاً في أوقات والحياة هيك، الحياة ما بتعطينا كل الحلو عطول، إلا ما تمر شوية مرارة شوية خيبات. في بعض الأحيان بيمرق الحمل بهالخيبات بس ما بتكون طويلة، لأنه الطابع الأقوى عنده هو طابع الإيجابية، يعني الومضات الإيجابية في حياته مميزة جدا وبتعطيه طاقة جميلة جميلة. الأرباح بالنص الأول تجي عن طريق الخارج، يعني من غرباء عنه أو من بعض البلدان الغريبة أو الشركات الأجنبية أو الاستثمارات بهالبلدان. بيوسع دائرة أعماله الحمل، يعني بيصير عنده فرص كبيرة بتكون ضيقة بالأول وتتسع رويدا رويدا وتتوصل في نهاية السنة إلى آفاق ما فكر فيها يمكن بأول السنة. لح يظهر أشخاص بحياته بيفيدوه بمجال مهني مهم، هالأشخاص ما بيعرفون هلأ، لح يتعرف عليهم. بيغير عمله، كتار من مواليد الحمل يغيرون عملهم وينطلقون بمشروع جديد. بالجو في عملية بيع أو شراء مهمة، عقار، استثمار، أو بيشتغل بمجال العقارات وبيحقق أرباح، أو بيقوم بوساطة معينة يمكن تجي عن طريق الصدفة وتكون مربحة جداً لإله. بيقدم أيضاً على دروس مهمة، إذا كان طالب، إذا كان بده يتعرف على شيء جديد أو يتدرب على شيء جديد، أو بيكتسب معرفة بميدان جديد عليه وبيطور مواهبه. ميركور بيتراجع بالبرج بنيسان وبيكون ضاغط على بشكل غير اعتيادي. بنيسان ابريل بده ينتبه جدا، يمكن هيدا هو الشهر يلي بينهي فيه مرحله تيبلش من بمرحله تانية. بده يحاذر من شخص بيحاول اقتحام عمله وبيخطف منه الضوء او بعض المصالح. بس عنده بالنص التاني تيار كبير من الحظ، بيسافر، بيغير الاتجاه، بينجح بمجال الاتصالات كمان والتجارة والأعمال الحرة وعمليات الترويج والإعلان والبيع، كما بمهنة لها علاقة بمجال طبي. قلنا بس يدخل ساتورن على الدلو مثل ما قلت بأول الحلقة لح يكون في تحرر من عبء كبير، انفراج، بظهور ناس بحياته جديد بيقرروا مصيره. بتكون تسألوني طيب وعاطفيا، كتاري بيسألوا عاطفيا، كانوا بالأول اللي بيسألوا عاطفيا هن أكثرون من النساء. بدي خبركن أنه هلأ صاروا اللي عم بيسألوا عاطفيا فئة كبيرة ونسبة كبيرة أيضا من الرجال. عاطفيا يمكن يخفق القلب لشخص ما توقعت ابدا لقاءه، وهالشي بين شهري اذار ونيسان، يعني الشهر الثالث والشهر الرابع. بالصيف بتغزي القلوب، بتقوى شعبيتك عزيزي الحمل، في زواج محتمل بشهر اب، يعني بشهر 8 اغسطس، أو عودة إلى حب قديم، أو مصالحة بين أكتوبر وديسمبر، بين تشرين الثاني وكانون الأول، احتمال اللقاء مع شخص بيعيش بعيد عنك وبيجذبك جدا. تسمع بوح بالحب بآخر السنة مع شخص في بيناتكم فارق كبير بالسن، أو بيحدث اللامتوقع وبيقلب الأوضاع. كمان يخشى الوقوع، يخشى من الوقوع
رح أهمسها هاي بغرامة شخص مرتبط أو شخص يتلاعب بعواطفك في أول السنة أو في آخر السنة. تحتفل بزواج أحد الأبناء أو البنات إذا كنت والد أو والدة. رح ننتقل إلى برج الثور. كتار من برج الثور بيسألوني ومزبوط مثل ما قلت لي هلأ ستي في عبده أنه في كتار بيسألوا ثور 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 شو هالثور اللي عم بيكتروا. مزبوط كتار من برج الثور وأنا عملت إحصاءات شفت أنه هني كمان بشكله نسبة كبيرة من الأبراج من مواليد الأبراج. برج الثور بدي أقول له أنه جوبيتر بعده ببرجه لح يعززه لأنه جوبيتر هو كوكب الحظ صار له من سنة الماضي موجود ببرج الثور. طبعا في عقبات كان قباله بس كمان السنة بيكفي حتى يعرف استثمارات مهمة ونجاحات وترقية وتقدم أرباح وأسفار بأول السنة بأيار مايو يعني الشهر الخامس وتحديدا ب25 بينتقل هالكوكب إلى منزل المال بالنسبة للثور أي إلى الجوزاء. ما يعني في عنده أرباح وعمل بيعشقه يعني ممكن يطل على عمل بحبه هواية لقله بحوله إلى عمل وبتعطيه أرباح. في أحلى من هيك؟ في انتشار لأعماله بها السنة يمكن يمتلك عقار يتوصل لتحقيق أمنية خاصة بين الشهر الخامس والشهر السادس يعني بين أيار وحزيران مايو وجون يونيو وعمل جديد أو علاقة مصيرية وعقود مهمة مع مهمات كثيرة وجهات فاعلة. هلأ يمكن يكون عنده إرث مولود الثور أو مركز إداري مهم بهالسنة بيصير بطريقة مفاجئة. بيسطع نجمه بعملية فنية تجميل ولادة جديدة لعمل أو تغيير لمكان الإقامة. العملية الفنية فيها تكون فنون تجميل موسيقى رقص إبداع كتابة ثقافي. لا شك أنه بيخوض مولود الثور ميدان جديد وبيوقع على عقد مهم في تحقيق لرغبة دفينة في سنة الانتماءات الجديدة وسنة المنافسة أيضا. نعم بلوتون في الدلو منه هين لبرج الثور رح يخليه يخوض مجالات ومجازفات كان يتجنبها بالسابق. بينتقل إلى موقع آخر يمكن هالموقع الآخر شوي يزعجه يعني يحبط قدام عائق بيرجع ماض أليم ليذكره بوضع نفسي مربك في انتفاضة وهدم قبل البناء. نعم هيدا هو بلوتون وبدك تنتظره على مدى سنوات جاية. بنيسان لازم بنيسان أو بأبريل أو الشهر الرابع لازم يكون حذر من مغالطات أو عملية قمع أو خداع أو خسارة وينتبه لسلامته. بيكون الحظ المطلق إلى جانبه بهالسنة خاصة بالنص الثاني. شو يعني الحظ المطلق؟ يعني إذا صارت مصيبة فجأة بيجي شيء وبينقذه. إذا حس إنه في شيء عم بيخسره بلفتة صغيرة أو تاني يوم بيشعر إنه في حدا عم بيوقف حده كأنه ملاك الحارس كأنه حدا يعني عم بيدعمه ورقة رابحة لإله وبينجح. بشهر أغسطس آب بده يحذر من سوء إدارة أو من أوضاع متأزمة بالعمل. لازم يفاوض بهدوء. في تغيير حكومي أو إداري بهالسنة بيأثر عليه. بالخريف يمكن يقوم بسفر سريع للتوقيع على عقد جديد. بالشهر الأخير من السنة في منافسة شرسة وفي شيء يفرض عليه أو بيفرض عليه تغيير جذري بالاتجاهات. أحداث خارجة عن سيطرتك عزيزي الثور بفرمل اندفاعك أو علاقة لإلك أو مهمة معينة. بدي أقولك شيء ضروري بهالسنة كون حريص على أسرارك وعلى أسرار الآخرين حولك. إياك والإفشاء بها الثمن رح يكون غالي كتير. رغم هالشي بدي أقولك أنه شهر أبريل شهر الرابع يكشف سر بحياتك أو في إمكان كشف سر بحياتك وتزاع معلومات بتخصك لإلك.
تجنب الثرثرة بمكان العمل، ما تصير مواضيع شائكة، انتبه من الحوادث على الطرقات، لح تنسحب من مكان أو انتماء بها الفترة. عاطفياً بين أول السنة بعد شوي وأيار يعني مايو شهر الخامس قد يتم زواج أو تعرف لقاءات مهمة رومانسية أو مصالحة عاطفية أو عائلية. القوة والنفوذ بيجذبوك بهالسنة. نص التاني من السنة بيحمل تطور مهم بحياتك الحميمة. مثل ما قلنا شهر 4 نيسان أبريل هو مفترق طريق، يعني يا زواج يا رحيل يا فراق. هالسنة بتطل على فرص عاطفية ملفتة جدا، بس بتاخد بتعيد النظر بقرار أو بعلاقة، وهالشي بياخد جو صادم جدا. شهر 8 يعني أغسطس آب بيحمل وضع عائلي بيجعلك تلغي ارتباط أو احتفالات، في حين أنه كانون الأول ديسمبر بيخليك تعيش مغامرة عابرة على الأرجح. شو يعني عابرة؟ يعني مغامرة بتكون مرتاح فيها بس ما بتطول كتير، يمكن ما بتوصل لسنة 25. بتمنى للحمل، للثور، لكل مواليد الحمل والثور يلي حكيت عنهم هلأ سنة حلوة ورائعة يتم فيها القصص الحلوة وما تصح القصص السيئة. الجوزة، الجوزة هالبرج الهوائي الخاص واللي قلنا عنه بالسنة الماضية انه هو أكثر الأبراج ذكاءً، شو رح يعرف بها السنة؟ هيدا البرج اللي بيعرف يطلع من المواضيع، من القصص الصعبة مثل الشعرة من العجينة، بيتوصل إلى اللي بده إياه بدون ما يتعب كتير، وبيقدر يعطيك حجج على أشياء أو على تقصير منه بتقنعك، لبل بتجي وبتغمره وبتقوله معك حق، قبل بتكون قبل 5 دقايق زعلان منه. معروف عنه الجوزاء بقربه من الناس ومعرفته كيف بخلي الناس يحبه. سنة بينتهي من مشاكل قديمة خلال أول 5 أشهر، وبعدين بيطل على أجمل فترة بحياته خلال 10 سنوات يلي ماضيه. هاي سنة ممتازة لمواليد الجوزاء بالإجمال. أنا عم بحضر الكتاب استغربت قديش الجوزاء من أول شهر عنده قصص حلوة، لأنه بتعرفوا في أوقات كواكب السريعة غير الكواكب جوبيتر وغير ساتيرن وغير بلوتون، هي كواكب بتتغير بسرعة، يعني بتغير لك وضعك من جمعة لجمعة، من أسبوع لأسبوع، أوقات من أسبوعين لأسبوعين، والقمر من كل يومين تقريبا. إذن بنقول له أنه عنده هالسنة جيدة، سواء الكواكب الكبير البطيئة أو الكواكب السريعة. بيعالج قضايا مهمة جوزاء السنة، إنسانية اجتماعية، بيساهم بأعمال إعلامية ناجحة. شهر جون يونيو حزيران الشهر يعني السادس بيحمل له إنجاز كبير أو انتقال إلى وضع أفضل. على كل حال ببلش يعرف القصص الحلوة من الأول وبيكون أفضل بشهر مايو. عنده عروض مغرية في الصيف وفي الخريف، تجارب خاصة جداً بيمرق فيها ما رح ينساها. عنده خبر ووعود بتتضاعف بعد شهر مايو أيار. بيغير عمله يا مكان عمله يا حتى نوع عمله، يعني بتنقلب، بتكون عم بيشتغل بهالمجال بصير عم بيشتغل بمجال تاني. عنده فترة مهمة للاستثمار، الحظ بيخليه يكسب الأموال. ساتورن بيضطروا لإعادة النظر بأشياء قام فيها بالسابق. بدي أقول هون معلي بدك تسمح لي، صحيح سني بتجنن بس في عندك شغلة صغيرة بدها تكون شوي مخربطت لك أوضاعك. هو كوكب ساتورن، ساتورن موجود بالحوت يعني بمربع مع برجك، يعني بموقع قد يولد لك بعض الصدمات أو بعض الخيبات، يمكن ما يوفي بعض الأصدقاء أو الحلفاء بوعودهم، فبتعيش حالة إحباط بسبب ساتورن. ساتورن مش هلأ فايت على الحوت، صار له من سنة 23 من أول هالسنة وبكفي لل 24، لأنه بيقعد 2.5 سنين بكل برج
موجود ببرج الحوت. إذن الإحباط بلش بعد مواليد الجوزاء شعروا بهالشي، خاصة مواليد الدائرة الأولى وأول الدائرة الثانية. بلوتون فيتعدلوا، منيح أو مش منيح؟ منيح، بيحدث تغيير بنظرتك للأمور، بيعطيك قوة داخلية لإيجاد أجوبة عن تساؤلات. في انقلاب بحياتك السنة، قناعات جديدة، دراسة مهمة، سفر مصيري، مواجهة مع الوالد أو مواجهة وضع له علاقة مع قوة نافذة. انتبه، من مواجهة مع قوة نافذة بتخصك أو أنت حليف لإلها أو أنت مقرب منها. في فسخ عقد كبير لمولود الجوزاء السنة، يمكن بعدين يرتاح من بعد ما يفسخه، بس بيواجهه بساعة الساعة ببعض الإرباكات، ويمكن يكون في حداد. الحداد مش ضروري موت حدا، فيكون حداد على فكرة راحت، على حلف، على دراسة، على عمل، على انتقال إلى مكان آخر. بس من بعد هالشي رح يتحرر من قيد، بيشعر أنه في عبء سقط عن كاهله. بشهر نيسان أبريل، شهر الرابع، بين 1 و25 بده ينتبه من أخطاء وما يغطي على مرتكب هفوة أو جريمة. انتبه ما توجه بهالوقت كلام جارح لأحد. كن صابر بشهر أغسطس آب، تلام على تقصير، سوء تصرف، تضطر لاستقالة، تخضع لإقالة. الغضب عدوك يا عزيزي، الإرباك بسبب حدث خارجي أو عائلي محتمل. ترفع التحديات وقد تصطدم بمسؤول أو تتوصل بعد هالوقت إلى تغيير. هالتغيير بالأول مثل ما قلنا يمكن يصدمك، بعدين بخليك تحس إنه هالشي جاء لمصلحتك. هلأ بدي أقول له للجوزاء، وهو شخص حالم، انتبه من بعض الأوهام السنة، يمكن آخر السنة تغير رأيك. كون حريص على سلامتك بكانون الأول، يعني ديسمبر آخر شهر، وانتبه من بهالوقت من عطل بأجهزة لإلك. على كل حال بتشوف هالشي بس تطلع يوميا على برجك. عاطفيا يوميا على برجك كمان بالأبليكيشن فيك تطلع عليه، تطلع على برجك باشتراكك بالابليكيشن، كل يوم يوصل لك برجك على التليفون. عاطفيا ساتورن بالحوت بيشير لقلق بينتابك بشأن احد افراد عيلتك، يمكن تحسم امرك بعد حيره. نص الثاني افضل للزواج، محتمل جدا الزواج للعازبين. اذا مرقت بحاله انفصال بالسنه الماضيه، بتعقد علاقه جديده بالنص الثاني من السنه. بالأول يمكن بتكون شوي حادد، زعلان، يمكن هذا هو الحداد على علاقة، أو بعدين بتعرف مصالحة، يمكن يرجع هالحبيب، يمكن، أو ظروف مذهلة. بالربيع بتنتهي من شيء تعلقت فيه كتير وآلمك وسبب لك الخيبة. كون حذر بشهر أيار مايو من مغامرة عاطفية سيئة، انتبه هيدا شيء كتير مهم، أو من مخادع قد يتلاعب بعواطفك. هالشي كتير مهم ولازم تحفظه. بتمنى لك السنة الحلوة يلي متمنى لك إياها الفلك. تننتقل إلى برج السرطان. برج السرطان في عنده فرص بالعمل، حنبلش نقول إنه هو من يلي رح يخلصوا من كوكب بلوتون. بلوتون بالجدي مزعج، بلوتون بتدلو مش مثل بلوتون بالجدي. بلوتون بالجدي أزعج جدا جدا مولود السرطان، وعلى مدى سنوات هذه السنة سيتحرر منه. إذا عرف يتصرف السرطان بيوصل إلى بعض الـ الاستنتاجات المهمة. عنده إعادة عمل، بيبرع فيه، بيستقبل زبائن مهمين، بيوضع خطة لمؤسسة بيشتغل عندها بتكون مفيدة، بيحصل على ترقية. بالنص الثاني انطلاقة جديدة وتحد لصعوبات وألام، في حظ برافق الخطوات. جوبيتر بيساعده على حل المسائل العالقة المتعلقة بوضع قانوني أو مادي، بيلاقي الحدود لمشاكل بس بده ينتبه من أخطاء أثناء عملية شراء أو بيع أو من تسرع. انتبه من شراكة مغلوطة أو من عملية نصب.
رح يكون مرتاح لوجود ساتورن طبعا ببرج الحوت. هلا دخول بلوتون الى الدلو قلنا بيكون منيح، وبتجي الاموال من مواقع غير متوقعه، وهالشي بيغير حياة البعض، في عندهم إرث أو استثمار أو مشاركة مع بعض النافذين الأقوياء. بيعتمد وسائل جديدة بالأداء والعمل. بنيسان أبريل بيضطر لإعادة النظر بخطة. انتبه لسفر قد يولد المشاكل أو تأخير بالمواعيد. بشهر أغسطس تثار مسائل نزاعية بالعمل، شائعات ومؤامرات أو خيبة يا عزيزي. ببداية الخريف بيضطر إلى معاودة عمل لإله أو إلى إزالة خلاف مع زميل أو مسؤول أو زبون. عاطفياً النص الأول عنده سلسلة أحداث إيجابية بتتوالى، ولقاء يمكن يصير فضوله الفكري أو الروحي بيدعمه بتطلعاته. بالنص الثاني بيحسم أمره وبيوضع حد لشي كان عم بيزعجه. يمكن بيصير أكثر حكمة، هالشي بيساعده لحتى ينسى وضع مؤلم وحزين، كأنه بيصير في ملاذ في شي جديد. بعد غيمة بحس حاله مرتاح. يخشى من انفصال في الربيع أو من عودة حب قديم للظهور بحياته. يمكن يوضع حد لبعض المناورين بالصيف، بس بيجذبوا شخص بيشتغل بمحيطه، بيشارك الزوج أو الزوجة بحلم لإله، ويمكن كمان يشاركوا بوعكة إذا كان مريض. آخر السنة بيعيش حدث كتير كتير مهم. برج الأسد هي سنة العمل بامتياز، استثمار، تغيير بمكان العمل، أسفار مهمة، نجاح في مجال أعمال الترفيه والرياضة والفن والإبداع، ينجح في عمل عائلي أو مجال بيحبه وبيستهوي. بالنص الثاني من السنة بيكون أفضل لإله بكتير. أول نص السنة في إعادة نظر، بالنص الثاني حظ كبير، بينجح بشتى المجالات، بيتحمل مسؤوليات، بينطلق نحو مراكز تتأمن عبر بعض الأحداث الاجتماعية، بينظم أمر، بيلاقي النجاح أو بترأس مشروع مهم. إذا كان شخص إيجابي بينجح من أول يوم وعلى كل الأصعدة، بس بدي أقول له العقاب كبير إذا كان من الغشاشين أو الكذوبين أو يلي استغلوا بعض الأمور أو نصبوا على البعض. بس قليل من مواليد الأسد بيقوموا بهالأمر، كتير قليل، بس إذا نصبوا بيكونوا نصابين قوية، بس هن فئة كتير قليلة. بلوتون بالدلو عنده مواجهة محبطة. نعم، بلوتون بتدله بتحبته، بتخليه يوصل لتقلبات صادمة وضرورة تصحيح المسار. بيشعر بالوحدة، بمعاودة المحيط، بعداوة المحيط إذا أخطأ. بينخرط بصراع على السلطة، بيواجه بعض التحديات، ضرورة قبول التسويات. بين مارس وآخر السنة لازم يحاذر من التسرع بعمل أو وضع لإله مالي. بيواجه تأخير أو صعوبة أو فسخ عقد أو خسارة، بلبلة في مسألة قضائية. نعم، مواليد الأسد إذا عملوا خطأ لح يدفعوا الثمن عبر القضاء. حذر من شراكة ملغومة ومن عمل له علاقة بالإعلام أو النشر أو التعليم أو الثقافة. ينتبه، في خصومة شرسة محتملة بهالوقت بتوجه له بتسبب له خيبة. بيتوقع مصاريف إضافية أو لازم يتوقع مصاريف إضافية بآب أغسطس، مفاوضات صعبة وتنقلات ممكن إلى علاقة بوضع عائلي ومالي. في تغيير إداري، نزاع مع مصرف، عملية ترويج أو تنظيم. عنده أفكار ثورية الأسد السنة، بتلائمه بجانب منه وبتزعجه بجانب آخر. حذر المجازفات بالاستثمار أو العمل. انتبه من تضيع شيء غالي على قلبك من سرقة. تمهل ولا تستعمل شيء ولا تستعجل أمر، واجه العقبات بصبر. عنده مفاجأة بالإدارة بآخر السنة، عمليات كتيرة وبعض الأشخاص يلي بيسببوا فتن وهو بيسكتهم بيخرسهم. بيتدخل الخارج بعمله. عاطفياً بيعيش حالة خاصة بالنص الأول من السنة، في مفاجأة بيقوم فيها أحد الأولاد، يمكن يقرر هالولد السفر أو الهجرة أو الزواج، أو بيفاجئه الشريك بيعزمه على الانفصال إذا كان عم يمرق بعلاقة متأزمة، أو إذا كان هو الوالد أو الوالدة أو الوالد أو والدة بيقرروا شيء بيغير له حياته.
بالنص الثاني الوقت أفضل بكتير، نشاطات عزبة، لقاءات حلوة، انفعالات، وبيتلقى ملاحقة غرامية أيضا من زميل أو زميلة لإله بالعمل. لازم يتوقع كمان مولود الأسد بالخريف نجاح باهر من قبل الجنس الآخر أو رومانسية، ويخوض تجربة غزالية هائلة. طبعا الوقت لازم عم بيضطرنا انه نستعجل شوي مثل ما بتعرفوا، والا فينا نضل نحكي لبكره لسنه الجاي، بكره يعني سنه الجاي. بتجذبك عزيزي العذراء، وصلنا للعذراء، الافلاك بالنص الاول. اول خمس اشهر تيار من الحظ برافقك، احتمالات جيده جدا، فرص مهنيه بتامن استقرارك، تتطور اعمالك الى الافضل. اليوم برج العذراء سألني هل أنا منيحة السنة، قلت له ما زالك يا زياد نصير، عملت لي هالفستان الحلو لا خصوصي للبرنامج الزفرة، وانت العذراء رح اقول لك يلا بلش من أول السنة كتير منيحة. قال لي منكفي، قلت له لا، بنص السنة بيتغير العذراء إلى وضع أقل حظا، بتتطور أعماله بالأول إلى الأفضل، طرق جيدة، استثمارات ناجحة، بتلعب الصدفة لمصلحته، بيربح بألعاب الحظ، بيشتري عقار بالخارج، بينتقل للعيش خارجا، بيبدأ عمل، بيتسلق الدرجات بسرعة، بيتبوق مركز، بيتحمل المسؤوليات، بينجح إذا كان طالب أو معلم أو موجه. نعم، أول ست أشهر كتير منيح على مواليد العذراء. شو بيصير طيب بتاني ست أشهر؟ بينتقل كوكب جوبيتر، كوكب الحظ، إلى برج الجوزاء، يعني إلى مربع مع برج العذراء، ببلش يصير فيه بوقتها معاكسة شوي. لازم ما يتسرع، المعاكسة مش يعني شيء بشع، بضل العذراء محافظ على استقرار، استقرار يعني شوية جمود بس ما بيصير معه شيء صعب، هو بعيد عن الأجواء الصعبة بهالسنة، بس بده يحافظ على استثماراته، يبتعد عن المغامرات، يحاذر من ناس مغرضين أو نصابين والمجازفات العقيمة، ينتبه من الوقوع فريسة الخداع والخادعين، خاصة أنه ساتيرن بالحمل ما بيحمله كتير المودة، لا بيخليه يخضع لمزاج بعض المسؤولين أو بيعرضه لخسارة أو لمشكلة عقيمة بتتعلق بوضع مالي، بيولد نزاعات مع سلطة أو مع أحد أفراد العائلة أو الزملاء. في تغييرات بالعمل جاي على مر السنين الآتية بسبب دخول بلوتون إلى برج الدلو، في ضرورات صحية يمكن تضطروا إلى تغيير العمل، يمكن ضرورات صحية لإله أو بتخص أحد المقربين. في حواجز بشهر أبريل، مثل ما قلنا شهر أبريل الرابع مفترق طريق عند كتار لأن في تراجع لكوكب ميركور، وتأخير ترتيبات إدارية بتصير غضبه أو استيائه، انتقال ربما من العمل، مشاكل مالية مع صديق. بأغسطس أو بآب الشهر الثامن يخشى من فسخ عقد أو من تقاعز أحد عن الوفاء بوعده أو اضطراره إلى انسحاب من مشروع. ابتداء من أول سبتمبر تتاح له فرص تحقيق الأهداف، بآخر السنة لازم ينتبه لسلامته، يتباطأ بخطواته، يحلل اللي عم بيجري معه، ما يوقع بورطة، يمكن يراجع بشأن أمر قضائي. عاطفياً أيضاً بتلقى الأخبار الطيبة بأول خمسة أشهر، زواج، تغيير إيجابي، تغيير منزل، شعبية كبرى، إشراق وإنجاب، في بحياته إنجاب أو ولادة طفل. بعدين يخشى بعد شهر مايو من إعادة النظر بوضعه العاطفي، أو يمكن تؤدي الخلافات لانفصال، انتبه من إثارة الشك عند الشريك أو من فقدان ثقة أحد المقربين فيك. أحداث عائلية سعيدة وأخرى أقل راحة لازم ينتبه، لأنه في خلاف مع الأبناء أو بين الأبناء إذا كان هو والد محتمل. هلأ في عودة عن قرار بالانفصال مثلا لسبب أو لآخر، أو البعض بتراجع قدام احتمال الزواج، تردد وكمان يعني لقاء الحب الكبير وقرار بالارتباط في اثنين، ويمكن يكون في زواج مصلحة بيرتبوا أحد المقربين. لازم ينتبه أنه ما يتورط بشهر نيسان أبريل مع غريب بحياته بيتدخل وبيسبب له الحيرة.
في شهر أغسطس بينكمش على نفسه وبيخيب وبيخيب ظنه بأحدهم. لازم يحذر من علاقة حرجة بكانون الأول يعني ديسمبر أو من بعد. هيدا بالنسبة لبرج العذراء. ننتقل للميزان. الميزان هو من أكثر المحظوظين بهالسنة. هاي مش واسطة، مظبوط، أكثر المحظوظين بهالسنة نحن بيناتهم. عنده ازدهار وبناء وتغيير بالنظر إلى الأمور، أداء العمل والنظرة للاستثمار، أوضاع المالية مهمة، في بادر إلى جديد وينتقل من بعض الإجراءات يلي كانت كتير بطيئة إلى العمل إلى التنفيذ، وهالشي بيخليه يعرف وين الصواب، بيخوض أوقات جديدة واستثمار بيقترحه أو ممول شريك له أو ممول أو مسؤول، وبيكسب أموال بمجال البيع والشراء. بس الفترة الأفضل بتبلش بمايو أيار، بتقلق حظ نجاح، سنة مصرية بتحمله الفرص الجيدة والتطورات السعيدة. شرط أنه ما يتردد مثل العادة، لأن الميزان كتير متردد، أنه يقرر بسرعة ويستغل الفرص من دون ما ينتظر ويفكر ويراجع ويسأل. تطرأ أحداث إيجابية بتنقذه من أوضاع هلأ، بحقق الأمال، بجسد بعض الرغبات وبلاقي حلول لمشاكله، ببلش بعمل واعد، بيوقع على عقود مع الخارج، بيتضاعف الحظ بالجزء الثاني من السنة. ساتورن بالحوض يعني العمل والصحة والإرهاق يلي بيجعله شوي ضعيف. بينجح بمجال الإعلام، الراديو، التلفزيون، التمثيل، الرقص، الغناء، الأدب، الكتابة، بيبرع وبيشتهر وبتكون شهرته عم بتزيد، بس لازم يكافح ويجابه الحساد، وبيلاقي نفسه عاجز عن بلوغ الأهداف بسهولة، بيتحمل أعباء، وإذا أخطأ بمجال علمي سيحاسب على ذلك. على كل حال بتعيد عزيزي الميزان ترتيب أولوياتك بالجو تضحية لازم تقوم فيها. هلأ بلوتون بالدلو طلع من الجدي ريحك، وبالدلو نعمة من السماء، انقلاب بالأوضاع لمصلحتك. بالجدي كان ضاغط عليك، هلأ رح تبحث عن حقيقة وتكشفها وتكون يعني محلق كبير مبدع، تتبدل اتصالاتك، تتنوع، ويمكن يصير في جديد وتجديد في عالم رومانسي كتير بيسعدك. بقاب في شوية إرباك بأغسطس وعمل مضاعف، وبتأجل يمكن وضع بخليك تأجل العطلة، ربما يمكن تصطدم بمعترضين على أدائك أو بثوار إذا كنت تشتغل بالشأن العام بيعتقدوا أنه الحق إلى جانبهم مش معك. ابتداء من الصيف يعني من منتصف آب أغسطس بتخطط لجديد أو لرحلة أو لسفر، بيتأخر مشروع، بيصعب الحصول على أوراق إدارية، فيزا مثلا، دخول، تأشيرة دخول، بس بعدين بتشوف أنك وصلت إلى مبتغاك. انتبه السنة من معارضة سياسية، من ضغوطات، من صدام مع مؤسسة كبيرة، حاذر من بعض الفوضى والدساسين، بس هالشي ما بيمنعك انك تفرض رأيك. هالسنة في مفاوضات لعقد مهم بتواجه عرائيل او مسائل قانونية وتفاصيل تحتاج الى مراجعة. عاطفيا بتعيش قصة صاخبة، بيتحدث الفلك عن علاقة كاملة من التفاهم الروحي والفكري وبتلاقي مبتغاك. بالنص الثاني من السنة بتحلو اللقاءات، تعرف مفاجآت رومانسية، اقتران بمن تحب. سنة الخطوبة والزواج والإنجاب، بيعتمد عليك أحد أفراد العيلة للخروج من أزمة. بعد مواليد الميزان بيفضلوا إذا سدت العلاقة البرودة الصمت والبعاد. العازبون يمكن يتوجهوا إلى جديد أو يوقعوا بالغرام، بعدين بيدركوا إنه يلي اختاروا قلبهم منه مناسب لألون. يعني في السنة كتير تغييرات بالأوضاع الغرامية. بآخر السنة بتميل للعلاقات السطحية إذا افترقت عن الحبيب، لكن عليك أنك تحافظ على علاقة قديمة لإلك وتوضع حد لبعض الفضولية. العقرب سنة الشراكة، إعادة النظر فيها في الأشهر الخمس الأولى، شراكة تجارية أو اجتماعية. لازم تحذر وما تجازف بالاستثمارات. انتبه، سنة فيها كتير تحديات بس رح تطلع منها أنت المنتصر. المهم عدم قطع الاتصالات مع مسؤول أو سلطة،
وما تنتبه على أثر استياء أو غضب مطلوب الليونة، انتبه من أحد المخادعين. بلوتون بدلو ما بيواسيك، بلوتون بدلو بيحطك قدام حائط مسدود في بعض الأحيان. لازم تجرؤ على تغيير حاسم بحياتك، أنت مضطر لقبول تسويات وتعديل على مواقفك. هالأمر بيحررك من اعتبارات قديمة أو التراجع المعنوي. الانتقال إلى بلد آخر قد يكون الحل للبعض. نعم، تخضع لمحاسبة ربما، أو تضطر لتبرير لكشف سر من الأسرار. بتم هالشي مع بعض القوى النافذة وبتبتعد عن بعض المراكز أو العلاقة. انتبه يا عزيزي قدام بعض العرائيل، رغم أنه بيساعدك ساتيرن على فتح أبواب جديدة بتخدم مصالحك، وبتحقق بعض التنازلات الصغيرة أحلامك ومشاريعك الكبيرة. بدي أقول لك أنه في قضية قضائية يمكن تبرز بين نيسان وأوائل آب، يعني بين أبريل وأغسطس، ويمكن تتأخر بمجال أكاديمي أو تبرع عفواً بمجال أكاديمي أو فكرة، تتميز عن الآخرين بمجال التواصل، الحقل العام، الإعلام أو عملية بيع. وفي تسوية بقضية قضائية. عاطفياً بدي أقول لك أنه الحب بيجتاحك بأوائل شهر آب أغسطس، في عشق صعب بسبب بعاد قصري أو فارق السن أو وضع اجتماعي دقيق أو معارضة الأهل، بس التواصل محتمل. إذا بقيت خالي القلب لتشرين يعني بالخريف، فبتخرج عن الروتين وبتعرف لقاء مهم جدا أو غرام بشخص بيجذبك بشخصيته وبعزوبة كلامه. هيدي سنة كتير مهمة لمواليد العقرب، ومنكفي بعد الاحتفال بالسنة الجديدة يلي بلشت تدق بوابة وتدق الجرس لحتى نوصلها. نحن نكفي معكم من بعد ما احتفلنا براس السنة مع برج القوس. كنا حكينا قبل البريك عن تطور مهم وأفكار بناءة لبرج القوس. رح يعرف سنة مليئة بالمفاجآت، ما في شهر بيمرق ما بيمرق القوس بمفاجأة، وهالمفاجأة جديدة، مستجدات، متغيرات بالمجال المهني، في مركز يمكن يتبوأ القوس مركز مسؤول أو يعين في منصب بين أول السنة وشهر مايو، يعني أيار ماي، بيكون فترة تألق مميزة جدا. بسمع خبر بيتعلق بوضع مادي لشريك أو لأحد أفراد العائلة. ابتداء من 25 مايو لآخر السنة بيدخل جوبيتر إلى برج الجوزاء، للأسف بشكل مربع مع برج القوس، بس القوس دايما دايما عنده حظ. بدي أقولكم مولود القوس محظوظ بالحياة، شو ما صار معه بيرجع بيطرق شيء بينقذه، وهالسنة كمان هيك لح يصير. يعني في عنده شوية حماسة بتنتابه، لازم يضاعف الجهود تيحصل على ما يريد وما يتهور بتصرفات غير مدروسة. بده يعيد النظر بمواقف لإله، بيواجه خطة بتزعجه بيلاقي نفسه مجبر على التكيف مع مستجدات بتفاجئه، أو بينتصر عليه خصم أو شريك أو زوج قديم أو طليق أو بس. بدي أقول له كل مخالفة قانونية انتبه تدفع ثمنها غالي بعد شهر مايو، وبتعود قضية قديمة للظهور بحياتك تطلب منك تفسير أو تبرير. كمان ساتيرن موجود بالحوت وبيفرض عليك نظام صارم في بعض الأحيان، صار له من سنة الماضي تقريبا، في بيقول لك انتبه ما ترتكب أخطاء وما تأثر بمهمة تسدى لك. كمان في وضع صحي بخص أحد المسنين بالعيلة بيتحدث عنه ساتيرن. هلا بلوتون بدله كتير منيح لمواليد القوس، عنده أخبار جيدة شخصية بينشرها، ولعشرين سنة جاية قاعد كوكب بلوتون ببرج الدلو، يعني تجارب مهمة، أسفار بتقلب حياة مواليد القوس وبتاخده إلى مسار آخر، بس مش بهالسنة، بالسنوات الجاية تغيير جذري بحياته الشخصية والعائلية. هلأ بنيسان وآب، يعني بأبريل أبريل وبأغسطس أب أوغست، في خلاف محتمل مع شريك، سوء تفاهم بالعمل، مفاوضات يمكن تتعثر بسبب غيرة أو وضع شخصي.
بسبتمبر أيلول بيدخل شخص نافذ لإنقاذه أو لدعمه. بالحب بيكون معطاء عطوف بالنص الأول من السنة، بيشتغل لإسعاد من حوله، بيقدم تضحية، يمكن يستقبل ضيف في منزله أو طفل، أو يعود أحدهم للسكن معه بعد غياب. بتم لقاء مصيري لبعض العازبين، ولو أنه ساتيرن المعاكس بيتحدث عن قرار فجائي، بياخدوا مولود القوس أحيانا لوضع حد لوضع مبلبل. إذا عم بيعاني من نزاع مع قريب أو حبيب، فيمكن يفكر أو لازم يفكر بالحسم، يعني بالافتراق. فالج ما تعالج. بعد أذار مارس بلاقي السلام، بعد على أذار مارس بلاقي السلام بين 25 أيار وآخر السنة، بيقوم بخيارات حاسمة وبيكتشف شيء كان مخبى عنه. هلأ إذا كان عازب بيلتقي بشريك الحياة، بشخص كتير مهم، وبيغرم ويصبو إلى ارتباط، والبعض يتزوج أو يعقد قرانه. هيدي فترة بتشير إلى زواج وغراميات، ما عدا شهر آب أغسطس أوغست يلي يثير الشكوك. في كمان بالجو عشق ولقاءات سرية ورومانسية كبيرة. نوصل إلى برج كتير عنده حظ السنة، خلص من بلوتون، صار له عنده من 2008، هلأ صار عم يتحرر منه. برج الجدي سنة ممتازة، فيها حظ ومحاولات كتيرة للوصول إلى ما يريد، المجالات مهمة، تأثير شديد ل 25 مايو، بيحرز نجاح هائل، بيتقدم بمشاريعه، بيحلل وبيحقق حلم قديم، بتعزز مكانته وعلاقاته، بيستثمر بمجال أكيد، وبينطلق بمجالات ثقافية فنية وفكرية وسياسية جديدة، بيكون القائد والملهم. جوبيتر بعدين بينتقل إلى الجوزاء، يعني مش منيح؟ لا، بيضله منيح، بيجلب له الفرص المهنية. جوبيتر بالجوزاء الجيدة والترقية، بيحصد نتائج جهود قام فيها بالسنة الماضية، يعني السنة الماضية اللي من ساعة من نص ساعة تركتنا، بيتعين بمركز يستدعى لترأس لجنة، أو يمكن يرافع بمكان عام دفاعا عن قضية، بيكون ممتاز، بيتكيف مع تغييرات، وبيصير في ثورة على شيء كان عم بيعيق تقدمه، لأنه بينتقل بلوتون إلى الدلو، بيوظف أمواله بمجالات كتير ناجحة وبيحرز الأرباح، بينفتح على بعض الحداثة، بيعقد اتفاق مع الخارج. بالحب بيكون مصدر سعادته بالنص الأول من السنة، رغبات تتحقق، لقاء مهم بيحصل، بيخيم الرومانسية، السفر بيحمل له تجربة ممتعة، في ولادة ربما بعائلته. بعد ماي أيار هدوء وأجواء رقيقة وقناعة وتخطيط لمشاريع بعيدة الأمد، صداقة بتتطور لارتباط متين، بيشعر أكثر بالاستقرار والانتماء، وربما يحتفل بزواج أو هو أو أحد أفراد العائلة. إذن كتير منيح الجدي. بنوصل للدلو، نحن فايتين على عصره، على عصر الدلو. توقع حركة مالية مهمة جدا ونجاح في مجال الأعمال، تربح المال عن طريق عملية بيع أو شراء لعقار أو منزل، بس بده يكون حريص الدلو السنة على التفاصيل، ما يهمل التفاصيل، ممكن يتخبى الشيطان مثل ما بتعرفوا بين في التفاصيل. نص الأول بيهدد ببعض الارتباك، ما تغروا عملية واهمة، ينتبه من مضللين، من خلاف إداري كبير أو تطور سياسي بعرقل الخطى، خصوصا أنه بلوتون ببرجه بعاكس جوبيتر ببرج الثور. بده يراهن على النص الثاني من السنة، معلش، لأنه لح يتحرر كليا من الضغوطات ويدخل إلى عام إلى عالم جميل، وضع جيد. جوبيتر في الجوزاء بيعطي الحظ لمولود الدلو، فبيباشر بحلم، بمشروع كان عم بيحلم فيه، بيبلش مهنة جديدة، في عنده تغييرات مناسبة جدا، تجارة موسعة، سفر موفق، إطلالات شعبية، إذا كان عم بيشتغل بالمجال العام، مفاجآت سارة، في عنده شؤون مالية تتعلق بعائلته وقسمة أملاك، أو تغيير مكان الإقامة إلى مكان أفضل. ماديا تتحسن الأحوال كمان بالنص الثاني، بيطالب بحق وبيناله، يعني طالب مثلا بزيادة راتب بيحصل عليه.
بس بده ينتبه من بعض المشاكل بالعقارات، بعقار عاطفيا بيقلق بسبب وضع عائلي بالنص الأول، وبعدين بيتحدث الفلك عن حلول واستقرار وأوضاع اجتماعية مناسبة ولقاءات ناشطة. بيهدي الفلك مفاجآت حلوة ولقاء وصداقات داعمة ومعاودة لقاء ربما بشخص كان يحبه. بده يحاذر بالصيف من مغامرات بتعرضه لمآزق. بالإجمال في جديد بيطرق باله. هاي سنة آسرة ومهمة جدا ومؤثرة لمواليد الدلو. شهر جون يونيو بشكل منعطف بحياته وبينقله إلى واقع جديد وأجمل. بلوتون بدي أقول لك عزيز الدلو قاعد عندك لعشرين سنة، بيطور أعمالك، بيبدل مواقعك، بيبدل اهتماماتك، ربما يؤدي إلى انقلاب في حياتك جذري كبير. تشعر بضرورة تغيير المحيط والبيئة، تتغير نظرتك إلى بعض الأمور، تنقلب حياتك وتتبدل أولوياتك. نوصل إلى البرج الأخير يلي هو برج الحوت، يلي عنده سنة الانتصارات وبعض الانكسارات. جوبيتر ببارك خطواته بالنص الأول يلي بيحمل تصحيح لوضع سابق وعملية شراء مهمة وتوسع بشراكة أو حلف أو مركز، وربما بيوصل إلى مكان ومنصب طالما حلم فيه على أثر ثقة بيهبوه المحيط لإله. لازم يوثق بقدراته، ما يخاف، قوم بمساعيه وما ينتظر شيء حتى أحلامه الكبيرة والبعيدة تتحول لحقيقة. فترة مهمة جدا أول السنة للسفر والانتقال إلى مكان إقامة جديد. بيقيم علاقة جيدة مع أصحاب السلطة يلي بيقترح لهم شيء وهن بيلاقوا بهالاقتراح كتير جدوى وبينفذوه. هلأ بالنص الثاني في شوية تراجع، يخشى من مواجهة أو من تسرع بإعطاء ثقة إلى من لا يستحقها. انتبه من عملية تضليل، خاصة أنه ساتورن ببرجك من السنة الماضية عم بيجعلك تكون حريص أكثر، وبيعني بعض الانقلابات بطريقة العيش ويمكن بلشت فيها، بس بيكسبك حكمة بتقدير الأمور وتفهم طبائع الناس. بدك تقول هالسنة ما حدا هين، انطروا تيبين، هيك رح يكون السنة جوك. بتقوم بعمل مهم جدا أو بترتبط بشراكة مميزة بتفتح قدامك الأفلاك أبواب بفضل مسابرتك. بس لازم تدقق بكل شيء بآخر ثلاثة شهور، ما توقع على اتفاق قبل ما تراجع قانوني فيه. الحب قد تغرم بالأشهر الست الأولى بشخص بيهبرك، بيبهرك بجاذبيته وبتلتقي فيه صدفة، أو بتقترن بأحد المتعاونين معك على مشروع إنساني، فكري، طبي، علمي، وبتكون مرتاح لإله. بشهر مايو تنتقل لمرحلة أخرى بحياتك العاطفية، في مصالحة ربما بعد خلافات يمكن صارت السنة، في صداقة مهمة جدا بتخليك تبتعد بأحلامك إلى الأبعد. في عندك بأكتوبر تشرين الأول مفترق طريق بعد مرحلة غيرة يمكن تتعبك بأول السنة. حاذر الحب الصاخب، رح يكون في حب صاخب بيولد انفعالات كتيرة، بس بيؤدي بالآخر بعد هالانفعالات إلى غيرة وصدامات ومواجهات عنيفة. أنت شخص كتير جذاب واللي بحبك بيغار عليك كتير، بتولد الغيرة بقلب الحبيب دائما وبتنبسط يعني بتكون سعيد أنه عم بيغار عليك هالقد أو عم بتغار عليك. أحد المقربين المسنين السنة بيحتاجك بالعيلة وبتهتم فيه بشكل كثيف بالنص الثاني من السنة. بتمنى لكم جميعا سنة سعيدة وجميلة وتتحقق فيها كل التوقعات الحلوة والإيجابية فقط.